نروح لمحطتنا التالية وعلى أرض تزغر بالتاريخ وتنبض بمورثات حضارية لا تزال قيد البحث والاستكشاف لكل أثر يحمل بصمة حضارية قامت على هذه الأرض. يأخذ القطاع السياحي اهتمام وحيز كبير من قبل الشباب في اختياراتهم الأكاديمية. أكيد سلمى، اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتعرف على مجال قد يكون محط اهتمام الكثير من الشباب اليوم في التعليم السياحي والفندقي والمجالات اللي يمكن من خلالها رفد هذا القطاع بكوادر أكاديمية مؤهلة. ونتعرف أكثر على مجالات التعليم السياحي والفندقي معنا الأستاذ أحمد عفيفي، أستاذ محاضر في كلية السياحة جامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. أنا مسرور كثير اليوم بوجودي معكم هون باستديو الإخباري للحديث وتسليط الضوء عن موضوع مهم كثير اللي هو موضوع التدريب السياحي والفندقي في سوريا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يعني فيكم. دائما مجالات السياحة هي مجالات كثير واسعة، لا تنحصر فقط مثل ما يمكن العموم أو الشائع بالفنادق والخدمة السياحية تماماً. اللي موجودة فيها واللي معروفة عن كليات السياحة أو معاهد الفندقة عنا. تماماً. خلينا نحكي أكثر عن مجالات التعليم السياحي والفندقي اللي موجود عنا. تمام. هلا بالبداية أنا حابب أسلط الضوء بشكل هيك سريع القطاع السياحي السوري عنا بما يسبق العام 2010. نحن شاهد القطاع السوري نمو كبير كان كتير على صعيد بمستويات قياسية على صعيد العالم من عام 1995 حتى عام 2010. صنفت سوريا على قائمة المقاصد السياحية على صعيد العالم حسب تصنيفات عديدة، صنفت حسب منظمة السياحة العالمية كثالث أكثر مقصد سياحي نمو في نسبة السياحة العالمية. حققت عنا دخل السياحة في الناتج الإجمالي المحلي بحدود 14% خلال عام 2010. شكلت العمالة عنا المدربة والمؤهلة بالمجال العمل السياحي بحدود 11% من إجمالي العمالة اللي موجودة عنا بالبلد. طبعا نحن بسنة 1995 كان عنا 860 ألف زائر للبلد. تطور هذا الرقم بعام 2010 لحدود 8.5 مليون سائح، وكانت التوقعات لعام 2011 بموسم سياحي رائع كان ممكن من المتوقع أنه يصل فيه تعداد الزوار والسياح لعشرة مليون سائح. طبعا هذا الرقم الكبير كان هو عبارة عن تحدي كبير لنا، هو شيء إيجابي بس كمان تحدي بنفس الوقت. نحن لازم نأمن لهدول السياح منشآت مبيت ونزل، لازم نأمن لهم وسائل نقل بري بحري جوي، لازم نأمن لهم الفنادق والمطاعم تكون جاهزة، البنى التحتية اللي جاهزة لاستقبالهم، وبنفس الوقت لازم يكون في عنا عمالة مدربة ومؤهلة قادرة أنه تمتص هذا العدد الكبير من الضيوف. طبعا نحن أمام هذا الواقع هون بيبرز دور التعليم والتدريب السياحي والفندقي عنا بسوريا. طبعا نحن فينا نقسم موضوع التدريب السياحي لثلاث أقسام رئيسية، هو التعليم المهني والتعليم التقني والتعليم الأكاديمي. التعليم المهني عندنا بيبدأ بفترة الدراسة الثانوية بالمدارس الفندقية الموجودة بأنحاء البلد. طبعا نحن عندنا بالمدارس الفندقية بيدخلوا عليها الطلاب كأشخاص مهنيين بيتعلموا العلوم الخاصة بالفندقة. بالسنة الثانية اللي هي السنة الثانوية العلمية بيختصوا بالمطبخ أو المطعم وبيتابعوا تحصيلهم العلمي حتى البكالوريا. المتميزين منهم الأوائل بياخذوا فرصة أن يدخلوا بإكمال الدراسة الأكاديمية بكليات السياحة. نسبتهم بتكون بين 3-6% حسب كل سنة شو هي الإمكانيات. المتميزين الآخرين منهم بيدخلوا بالمعاهد الفندقية اللي هي الجانب الآخر من تعليمنا نحن السياحي والفندقي. المعاهد الفندقية هي عبارة عن معاهد تقنية متوزعة بأرجاء الوطن، هي معاهد مجهزة بتجهيزات حديثة. تنقسم بشكل عام لقسمين أساسيين، القسم الفندقي والقسم السياحي. بالقسم الفندقي في عنا اختصاصات أربعة رئيسية تدرس معاهد البلد اللي هي المكاتب الأمامية الفرونت أوفيسز اللي بتتضمن الريسبشن الاستقبال الريزرفيشن الحجز الأوبيريتور المقسم والهاتف ومجموعة من الكونسيرج وغيره. في عنا كمان الاختصاص الثاني اللي هو عن ريستورانس المطاعم، بياخذوا فيها كل شيء عن المطاعم وأنواعها وطرق الخدمة فيها. الاختصاص الثالث هو بيحكي عن المطبخ الكيتشنز، أنواع المطبخ شو هي الأنواع الموجودة عنا، طرق الخدمة فيه، التجهيزات الموجودة بشكل عام. طبعا الاختصاص الرابع هو كمان بيحكي عن تدبير المنزل الهاوس كيبينج. طبعا خلال دراسة
بيشتغلوا الطلاب بهدول الأقسام الأربعة بيتدربوا تدريب عملي ضمن أماكن مجهزة وفيها كتير تجهيزات تساعد الطالب على الدخول في سوق العمل بشكل مباشر. الاختصاصات الثانية هي بتنضم تحت الاختصاصات السياحية. الاختصاصات السياحية هي عندنا نحن إدارة المكاتب السياحية وشركات السياحة والسفر، وفي عندنا برامج الحجوزات السياحية. طبعا نحن هون هذا التعليم التقني، ننتقل للجانب الأعلى منهم اللي هو التعليم الأكاديمي. التعليم الأكاديمي شهد تطور كبير عندنا ببلدنا، ابتدأ بإحداث كلية السياحة بجامعة البعث عام 2004، بعدين تبعها جامعة طرطوس أحدثت كلية السياحة، وجامعة دمشق أحدثت كلية السياحة. حاليا صار في برامج ماجستيرات دراسات عليا بمختلف أنواع الجامعات. طبعا بالدراسة الجامعية والأكاديمية بياخذ منها الطالب العلوم النظرية اللي هي شيء أساسي بيعلمنا نحن بالفندقة. طبعا نحن بالفنادق ما بياخذ الطالب بس شيء بخص بالفنادق وبالسياحه بشكل عام، ما بياخذ بس شيء بخص هذا المجال، بياخذ مجموعه من العلوم اللي تدعم المجال، يعني بالاضافه لدراسته بالشق السياحي او الشق الفندقي بياخذ مواد الموارد البشريه، بياخذ شيء الماليه والحسابات، بياخذ موارد الهيومن ريسورسز بياخذها بشكل كبير معمق، بياخذ الكوميونيكيشن سكيلز مهارات التواصل، بيعرف كيف البادي لانجوج، كيف الحديث مع الاخرين، بيعرف كيف بده يتعامل مع مختلف الجنسيات، مختلف الاعمار، مختلف الأجناس. ونحن عندنا بكليات السياحة عندنا ثلاث اختصاصات أساسية تدرس، اللي هي الاختصاص الأول إدارة الفندقية، الاختصاص الثاني اللي هو الإدارة السياحية، والثالث اللي هو إدارة المكاتب السياحية والإرشاد السياحي. طبعا نحن بمجال التعليم السياحي والفندقي صار عندنا قفزة نوعية السنة هي بافتتاح كلية السياحة التطبيقية في الجامعة الافتراضية. طبعا كلية السياحة التطبيقية هي مزيج أو توالف بين عمل وزارتي السياحة ووزارة التعليم العالي. هذا البروغرام أو البرنامج ضمن الجامعة الافتراضية بيعتمد على موضوع التعليم النظري عن بعد، ضمن عن بعد عن طريق بالبيت ممكن يتعلم الطالب، عن طريق الانترنت، عن طريق منصات التعليمية الخاصة بالجامعة الافتراضية بياخذ فيها العلوم النظرية. الجانب العملي الآخر بياخذه ضمن المؤسسات التعليمية اللي هي تابعة لوزارة السياحة، فهون بيصقل الطالب العلوم النظرية مع القسم العملي وبيكون مؤهل بشكل أكثر للدخول ضمن سوق العمل. وبحب نوه كمان نحن خلال هاي السنة افتتح المعهد الفندقي في ضاحية قدسية، هو معهد كتير متميز ومن أفخم المعاهد التعليمية والمنشآت التعليمية الموجودة بالمنطقة وبالشرق الأوسط، فيه أحدث التجهيزات، فيها مجموعة من المطابخ والمطاعم، فيها البار، الكافتريات، دور السينما، فيه جناح فندقي كبير أو طابق فندقي كبير بيضم عدد من الغرف الفندقية والأجنحة مجهزة بأحدث التجهيزات، فيه قسم خاص بالمصبغة والغسيل. يعني ما ينشغل على موضوع التدريب السياحي والفندقي لحتى نكون نحن جاهزين بالفترة القادمة. لحتى هذا اللي بدي أسألك عنه أستاذ أحمد، ببداية أعطيت لمحة شاملة وسريعة عن فينا نقول العمل الفندقي، مجالات مختلفة وكلية السياحة وكسر الفكرة النمطية اليوم. لما نقول مثلا شاب بيشتغل مجال فندقي هي صورة نمطية كسرناها بآخر 10 سنوات أنه فقط هو ريسبشن أو استقبال، لا، في مجالات جدا مهمة وعديدة وفعلا اليوم دورة. لما نحكي كانت سوريا قبل 10 سنوات هي من الدول الأوائل في مجال السياحة، بعد 10 سنوات من الحرب هلأ عم يتعافى القطاع السياحي. هون دوركم فينا طبعا. نقول اليوم فينا نقول الشباب من خلال دمجه مع سوق العمل من خلال التدريب قديش مهم. يعني نحن عم نحكي العجلة بلشت تشتغل شوي شوي مع شباب اليوم واعد وأفكار جديدة، يعني طبعا. فينا نقول السياحة الداخلية شفناها هي السنة والسنة السابقة بأوجه، عم تتعافى تدريجيا. نتمنى يا رب يتعافى القطاع السياحي بشكل عام يعود مثل ما كان سابقا. تمام. سياحي. سوق العمل السياحي بيضم جميع منشآت الفنادق والمنتجعات السياحية بجميع تصنيفاتها ودرجاتها. طبعا بيضم كمان شركات النقل البري والبحري، شركات السياحية، المكاتب السياحية، الطيران، بيضم كمان شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، وبيضم الشق الحكومي اللي هو الخاص بالقطاع الحكومي. طبعا السوق السياحي شهد فترة ركود نحن ما فينا ننكرها خلال الأزمة، وكانت صعبة وقاسية علينا، بس نحن رجعنا هلا بقوة، رجع القطاع السياحي يعمل بقوة. نحن حاليا صدقيني صديقتي هناك نقص كبير في الأيدي العاملة لدينا في البلد. هناك ندرة
في الـ 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 الأشخاص المتدربين المؤهلين القادرين على استلام المناصب في المؤسسات الفندقية والسياحية. هناك فرصة كبيرة للراغبين بالانضمام إلى سوق العمل في الدخول في هذا السوق الكبير. كما ذكرت سابقا 11% من إجمالي تعداد العمالة سابقا كانت هي من القطاع السياحي الفندقي. حاليا نحن نعاني من شح بالأيدي العاملة، وهناك فرصة كبيرة للدخول في مجالنا، مجال العمل السياحي والفندقي. نعم، يعني بالختام نتشكرك على وجودك معنا وعلى هالإضاءة اللي حكيت فيها اليوم عن مجالات السياحة والفندقة بسوريا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، وأنا بحب أوجه شكر لكم لأنه ضويتوا اليوم ببرنامجكم الرائع موضوع التدريب السياحي والفندقي اللي هو شيء كثير أساسي ومهم لنا بالأيام اللي جاي، حتى نحن نرجع إن شاء الله جايتنا أيام حلوة. لازم يكون في عنا مهارات قادرة أن ترجع تنهض بالمستوى السياحي اللي موجود عنا. وشكر كثير لبرنامجكم الحلو لكم صديقتي سلمى ونور. شكرا أكيد البركة بالشباب سوري اليوم، بدنا نتمنى لهم أكيد التوفيق لكل الطلاب في كليات السياحة والمعاهد الفندقية. الأستاذ أحمد عفيفة محاضر في كلية السياحة، نتشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير. أهلا وسهلا فيكم كثير، سرت كثير، نهاركم سعيد إن شاء الله.